سعيد ولا دونجا ولا احمد سامي ولا حسني فتحي بشكل غريب جدا لحد ما اتقطعت ودخل بيها محمد صالح صولا وقع داخل المنطقه وخد بطاقه صفراء حسني فتحي وركله جزاء لاهلي طرابلس. وقت صعب جدا، وقت صعب جدا. لو سجل اهلي طرابلس فين حضراتكم؟ الكوره بتلعب هنا ازاي ما بين هاني سعيد ودونجا وصالح صولا؟ اضغط عليه ودخل بيها المنطقه وحسني فتحي دفعه صفاره وركله جزاء وبطاقه صفراء لحسني فتحي.